السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، درس اليوم في مادة الرياضيات كما تلاحظون الرقم الترتيبي للدرس 34 وبعنوان الدرس التماثل المحوري. لنبدأ على بركة الله في النشاط التمهيدي التمرين كما تلاحظون. في أي من الشكلين القطاران متماثلان؟ تأكد باستعمال الأنسوخ والطي. إذا كما تلاحظون في الشكل الأول القطاران، وفي الشكل الثاني هناك كذلك القطاران الموجودان في الرسم. إذا حسب المعطيات في التمرين باستعمال الأنسوخ والطي، يعني يجب أن نأخذ الأنسوخ ونضعه على هذا الشكل، ثم نقوم برسم الشكلين ونقوم بالطي بينهما حتى نحصل على مستقيم في الوسط، وذلك المستقيم هو الذي تم رسمه هنا بخط عمودي. إذن لنتأكد من أن الشكل هو لقطاران متماثلان أم لا. إذن عند الحصول بعد الطي في ورقتكم على هذا المستقيم، نلاحظ مثلا هذه العجلة الأولى رقم واحد مع العجلة رقم واحد من الجهة الأخرى. سوف تلاحظون عند الطي بأنهما متطابقتان، إذن فهذا الخط هو محور للتماثل إلى حد الآن. بالنسبة للعجلة الثانية والعجلة الثانية الأخرى من هذه الجهة، سوف كذلك عند الطي الأنسوخ أو سوف تحصلون بأن العجلتان متطابقتان. نأخذ مثلا هذه العجلة الأخيرة مثلا الثالثة والرابعة والخامسة، العجلة رقم ستة والعجلة رقم ستة، كذلك عند الطي سوف تحصلون أنهما متطابقتان، يعني أن هذه العجلة تبعد عن محور التماثل بنفس المسافة التي تبعد بها هذه العجلة السادسة عن محور التماثل. مثلا نوافذ القطار، سوف نلاحظ أن النافذة الأولى كذلك عند الطي سوف تتطابق مع النافذة الأولى في القطار، والنافذة الثانية تتطابق مع النافذة الثانية. أما نمر إذن في هذه الحالة فالشكل هو شكل قطاران متطابقان وهذا محور للتماثل. نمر للشكل الثاني. الآن بنفس الشيء تضعون الأنسوخ وترسمون القطارين، وبعد ذلك تقومون بطي الورقة، وعند طي الورقة سوف تحصلون على هذا المستقيم، وهو نلاحظ هل هو محور للتماثل أم ليس محورا للتماثل. الآن العجلة الأولى هنا صغيرة، والعجلة الأولى هنا في هذه الجهة الأخرى هي عجلة كبيرة، إذن ليس هناك تطابق بين هاتين العجلتين. ما نلاحظه أن العجلة هذه العجلة الكبيرة توجد في الخلف، إذن كيف تبعد، ما هي المسافة التي تبعد بهذه العجلة؟ ليست نفسها من الجهة الأخرى، إذن هذه المسافة صغيرة وهذه المسافة كبيرة، إذن هذا ليس بتطابق. نفس الشيء بالنسبة للنوافذ القطار، النافذة الأولى مع النافذة الأولى هذه الجهة النافذة المسافة صغيرة، بينما في الجهة الأخرى هي المسافة كبيرة، إذن هذا الشكل ليس لتطابق وليس له محور تماثل، إذن القطاران في هذه الحالة غير متطابقان، إذن ليس هناك تماثل. بينما في الشكل الأول وجدنا بأن هذا محور تماثل وأن الشكلين متماثلين. إذن لنمر إلى التمرين الآخر. اكتشف الأخطاء التي ارتكبها الرسام عند رسمه لمماثل القط بالنسبة للمحور D. هذا هو الرسم الأول، قام هذا الرسام برسم هذا القط، وثم رسم المستقيم D الذي هو محور تماثل، وبعدها قام برسم القط الثاني الذي في هذه الحالة هو محور، هو تماثل للقط الأول بمحور تماثل، ولكن ارتكب أخطاء
ويجب علينا البحث عن هذه الأخطاء. أول شيء مثلا هذه النقطة مع هذه النقطة من ديلي القط، هذه النقطة بالنسبة للشكل الأول تبعد بهذه المسافة ونفسها من الجهة الأخرى، إذن هاتان النقطتان متماثلتان، إذن محور التماثل هو هذا والنقطتان قابلتان للتطابق، إذن هنا لا يوجد خطأ. بالنسبة لهذه النقط كلها التي في هذا الديل ليس فيها خطأ، لأن كلها تبعد بنفس المسافة عن محور التماثل من هذه الجهة ومن الجهة الأخرى. إذن سوف نفكر في الأخطاء التي ارتكبها هذا الرسام. دائما في ذيل القط ستلاحظون في هذا المكان وهذا المكان هناك خطأ. ما هو الخطأ؟ أن هنا الذيل يوجد في هذه النقطة في آخر الذيل، ويجب استعمال النقط عموديا مع محور التماثل. كم توجد من نقطة بين النقطة الذيل ومحور التماثل؟ 1، 2، 3. من الجهة الأخرى 1، 2، 3، يعني كان عليه أن يضع النقطة هنا بينما هو وضعها في الأعلى، إذن هذا الخطأ الأول. نمر إلى خطأ آخر، نلاحظ أذن القط في هذا المكان. بالنسبة لهذه النقطة كم تبعد عن محور التماثل بنقطة، كم من نقطة توجد بينها وبين محور التماثل؟ 1، 2، 3، 4. ومن الجهة الأخرى 1، 2، 3، 4، 5. إذن هنا خطأ، كان يجب عليه أن يضع النقطة في هذا المكان، هذا الخطأ. ونفسه بالنسبة للأذن الأخرى نفس الشيء، إذن هنا كذلك خطأ. الخطأ الآخر نلاحظ على ظهر القط في هذا المكان هذه النقطة مثلا كم تبعد عن محور التماثل، النقطة 1، 2، 3 بثلاث نقط، بينما في الجهة الأخرى 1، 2، 3 نلاحظ أنها توجد، ولكن في هذا المكان الأسفل عند رسم هذا الجزء فهي قطعة تربط بين نقطتين، بينما في الجهة الأخرى توجد ثلاث نقط. إذن هذا هو الخطأ الذي ارتكبه الرسام عند نقله لهذا الرسم. نمر إذن في هذه الحالة نستنتج أن محور التماثل يحافظ عن المسافة بين النقطة ومحور التماثل، فمثلا هذه النقطة توجد بينها وبين محور التماثل نقطتان، وفي الجهة الأخرى هذا هو محور التماثل وهذه النقطة كذلك توجد بينها وبين محور التماثل نقطتان، إذن فمحور التماثل يحافظ عن المسافة. إذن نمر إلى التمرين الموالي. في التمرين الموالي نلاحظ أحط بخط الشكلين المتماثلين بالنسبة للمستقيم D. هذا هو المستقيم D، لدينا أقلام وهذه الأقلام فيها ما هو متماثل والآخر غير متماثل. مثلا نبدأ من هذين القلمين، كما تلاحظون هنا رأس القلم قريب من محور التماثل، وقلنا أن محور التماثل يحافظ عن المسافة من كلتا الطرفين، إذن ومن الجهة الأخرى فالمسافة بعيدة، إذن هذا ليس بمحور، ليس بقلمين متماثلين بالنسبة للمستقيم D. نمر إلى القلمين الآخرين، الرأس هنا قريب والجهة الأخرى قريبة، وفي هذا المكان نفسه يبعد بنفس المسافة وهو عمودي. دائما عند رسم محور التماثل يجب أن يكون الانتقال عموديا على محور التماثل، إذن هذا هو ما نحيطه وهو الجواب الصحيح، بينما القلم الآخر ليس له قلم
مماثل له. إذن نمر إلى التمرين الآخر. ضع علامة في الجواب الصحيح. المربع، هذا المربع هو المربع الأحمر، المربع A B C D، هذا المربع الأحمر هذا المربع مماثل المربع، سوف نبحث عن مماثل المربع الأحمر بالنسبة للمحور التماثل المستقيم D. هل هو المربع الأزرق أم المربع الأخضر أم المربع الأصفر؟ إذن قلنا بأن محور التماثل يجب أن يكون عموديا ويحافظ على المسافة. هنا نلاحظ وجود رمز التعامد، إذن هنا تعامد وهنا ليس هناك تعامد، وفي هذه الجهة الأخرى ليس هناك تعامد، ويحافظ عن المسافة كما تلاحظون. يمكن أن نستعمل المسطرة للتأكد من ذلك. إذن فالمربع الأصفر هو مماثل المربع الأحمر بالنسبة للمستقيم D. إذن سوف نضع العلامة في هذا المكان. نمر إلى السؤال الموالي. تحقق بواسطة أدواتك وصحح جوابك إذا كان الجواب خطأ. ما معنى ذلك؟ يعني باستعمال الأنسخ، أن نرسم، أن نضع ورقة شفافة على الرسم ثم نرسم الشكل، وبعد ذلك نقوم بالطي، فنلاحظ أن المربع الأصفر يتطابق مع المربع الأحمر. نتمم التمرين جيم. أتمم المحور دي على القطعة A B. أين هي القطعة؟ القطعة A E. القطعة A E والمستقيم D. قلنا بأن يوجد رمز التعامد. إذن ماذا يمكن أن نقول؟ المحور D عمودي على القطعة A E. النقطتان المتماثلتان A و E بنفس المسافة عن المحور. إذن نتمم الجملة. النقطتان المتماثلتان A و E ماذا؟ تبعدان بنفس المسافة عن المحور T. إذن هذه المسافة A عن محور التماثل ونفسها E عن محور التماثل. نمر إلى التمرين الموالي. ضع علامة تحت كل شكل محور تماثله هو المستقيم الأحمر، يعني هذا المستقيم الموجود هنا، هل هو محور تماثل هذه الأشكال؟ نبدأ من الشكل الأول. إذا قمنا بالطي الورقة هذا الشكل في الجهة الأخرى، فالنقطة مثلا هذه، هذا الرأس لن يتطابق مع هذا الرأس. لماذا؟ وذلك عند استعمال المسطرة واستعمال التعامد. إذن عند استعمال التعامد سوف نجد أن هذه النقطة سوف تكون في هذا الاتجاه، ليست نفسها في الجهة الأخرى. إذن فهذا ليس بتماثل، هذا الخط ليس بمحور للتماثل. نمر إلى المستطيل. كذلك عند وضع النقطة ونستعمل التعامد سوف نلاحظ أن هذه الرأس مستطيل سوف تكون في هذه الجهة على هذا المستقيم، بينما الرأس الآخر المقابل يوجد في هذه الجهة. إذن هنا ليس بتماثل هذا الخط. وهنا يمكن الاستعانة بورقة على شكل مستطيل لكي نتأكد من محاور تماثل المستطيل. كما تلاحظون فهذه الورقة هي على شكل مستطيل. إذن عند
استعمال الطي بين الرأسين سوف نلاحظ أن هذا المكان هو خط مستقيم بين يربط بين الرأسين، ولكن الرأسان الآخران لن يتطابقا، فكل واحد منهما يوجد في مكان مختلف عن الآخر. بينما عندما نقوم بالطي على هذا الشكل نلاحظ أن هناك تطابق بين الجزئين، الجزء الموجود عن اليمين والجزء الموجود عن اليسار، ونحصل في الوسط على محور للتماثل. إذن هذا المحور للتماثل، إذن بالنسبة للمستطيل فواسط الضلع الأعلى الطول الموجود على الطول وواسط الضلع الموجود على الضلع الآخر هما في هذا المستقيم يشكل محورا للتماثل. يمكن القيام بالطي كذلك في الجهة الأخرى على عرض المستطيل. عند الطي نلاحظ كذلك هناك تطابق. إذن للمستطيل محوران للتماثل ويكونان متعامدان في الوسط. إذن بينما القطر ليس محورا كما لاحظنا أن القطر ليس محورا للتماثل والقطر الآخر كذلك ليس محورا للتماثل. إذن نكمل بالنسبة لهذا التمرين. إذن هذا المستقيم ليس محورا للتماثل، متوازي الأضلاع. بالنسبة لمتوازي الأضلاع إذا قمنا بالطي، إذن عند استعمال التعامد نلاحظ بأن هذا الرأس، وسوف تلاحظون أنه يوجد تعامد في هذا المكان، مفهوم؟ إذن هذا الرأس سوف يوجد من الجهة الأخرى على هذا المستقيم، بينما الرأس توجد في الجهة الأخرى، إذن ليس محورا للتماثل. إذن وبالنسبة لمتوازي الأضلاع سوف نخرج في الأخير بنتيجة ما هي متعلقة بالنسبة لمتوازي الأضلاع. بالنسبة للدائرة، مركز الدائرة، فهذا المستقيم يمر من المركز، إذن فهو محور للتماثل. كيف ذلك؟ وعند الطي سوف تلاحظون أن هذا النصف يتطابق مع النصف الآخر، إذن هنا نضع علامة لأن الجواب صحيح، لأن حسب المطلوب في التمرين ضع علامة تحت كل شكل محور تماثله هو المستقيم. إذن هذا المستقيم يشكل محورا للتماثل بالنسبة للدائرة. نمر إلى السؤال الموالي. تحقق بواسطة أدواتك المناسبة وصحح أخطائك، يعني أن نستعمل الأنسوخ ونضعه على هذا أو نرسم هذه الأشكال ثم نقوم بالطي، وسوف نتأكد من ونرسم المستقيم بنفس الطريقة ونتأكد بأن هذه المستقيمات لا تشكل محورا للتماثل بالنسبة لهذه الأشكال، بينما للدائرة هذا محور للتماثل. جيم، أتمم بالنسبة بما يناسب للدائرة محاور تماثل. إذن بالنسبة للدائرة فأي مستقيم يمر من المركز فهو يشكل محورا للتماثل. إذن كم من مستقيم يمكن أن نرسم وهو يمر من المركز؟ إذن نرسم عدة مستقيمات، إذن فقط يجب أن يمر من المركز. إذن للدائرة عدة محاور تماثل. لمتوازي الأضلاع كما نلاحظ ليس لمتوازي الأضلاع ماذا؟ محور للتماثل. هذه هي الخلاصة التي يمكن أن نستنتجها بالنسبة لمحور التماثل. بينما بالنسبة للمستطيل فله محوران للتماثل فقط، هي من واسطات الطول والعرض، بينما القطران ليس محوران للتماثل. بالنسبة للشكل الآخر فيمكن أن نرسم له محور تماثل، فهذا المستقيم الذي يمر من هذا المكان فهو محور للتماثل، ويوجد آخر على أساس أن يكون في أن نحسب هذه المسافة بين هذه النقطة وهذه النقطة ثم نقسم عليه 2،
إذا لدينا 6 سنتيمتر، إذا 3، ويجب أن يكون عموديا، فهذا كذلك محور للتماثل بالنسبة لهذا الشكل. إذا نمر إلى التمرين الموالي. هل المستقيم الأحمر هنا هو أسود كما نلاحظ في الصورة محور تماثل الشكل A؟ الشكل A، هل هذا محور تماثل؟ إذا قمنا بالطي أو للتأكد قبل الطي يمكن أن نستعمل المسطرة أو المثلث. لدينا 25 سنتيمتر، وهنا المستقيم يوجد في المنتصف 12.5، يعني أن هذه القطعة متقايسة مع هذه القطعة، ونفس الشيء هنا متقايستان، وبالإضافة يوجد تعامد هنا بين المستقيم، يعني بين المستقيم المرسوم وأضلاع المستطيل. إذن هذا محور تماثل. إذا قمنا بالطي سوف تنطبق هذه النقطة، مثلا نسميها مثلا نقطة E مع النقطة F، هنا G مع H، سوف تنطبق النقطة G مع النقطة H والنقطة E مع النقطة F. يمكن كذلك أن نرسم محور تماثل آخر على أساس أن نقيس EH 10 سنتيمتر، فالوسط 10 سنتيمتر، عفوا 20 سنتيمتر كما تلاحظون، وهنا كذلك 20 سنتيمتر، نضع نقطة في 10، وعند رسم هذا المستقيم سوف نلاحظ أن هناك تطابق بين الجزئين، الجزء الموجود على اليمين والجزء الموجود على اليسار، فهذا مثلا هذه النقطة تبعد عن H، تبعد عن المحور بنفس المسافة التي تبعد بها E عن المحور، يعني هذه متقايسة مع هذه، وG كذلك تبعد بنفس المسافة، وF تبعد كذلك بنفس المسافة. إذا نمر للشكل الموالي B كما تلاحظون فهو متوازي الأضلاع، وكما سبق وذكرنا في التمرين السابق فمتوازي الأضلاع لا يحتوي على محور للتعامد، عفوا محور للتماثل. هنا عند رسم المستقيم المار منها الرأس وعمودي على محور التماثل نلاحظ أن رأس متوازي الأضلاع لم يتطابق مع الرأس الآخر، بل يوجد في هذا المستقيم، إذن هنا ليس بمحور للتماثل. نمر إلى الشكل الآخر، المستقيم المرسوم هنا. إذن هذه النقطة مثلا نسميها E والنقطة G كيف هما متطابقتان؟ عند الطي سوف تطابق E والG، يعني هذا محور للتماثل، فأي نقطة، وهذا ما سنذكره الآن، أي نقطة تنتمي إلى محور التماثل فمماثلتها هي نفسها، يعني هذه النقطة من هذا الشكل مثلا E G K، يعني النقطة K تنتمي إلى محور التماثل، إذا مماثلتها هي نفسها، ونفس الشيء بالنسبة لهذه النقطة الأخرى من الشكل E G K، إذا L، إذا النقطة L مماثلتها هي نفسها، إذا أي نقطة تنتمي إلى محور التماثل فمماثلتها هي نفسها. نمر إلى الشكل الأخير، شكل دي. هل هذا محور للتماثل؟ كما تلاحظون هذا الرأس الشكل من هذه الجهة، هل عند وضع التعامد سوف نرسم التعامد؟ ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هذا الرأس، رأس هذا الشكل لا يوجد في الجهة الأخرى بالنسبة للمستقيم، بل يوجد في هذا المكان الآخر،
ماذا يعني هذا؟ أن هذا المستقيم ليس محورا للتماثل. وكما نرى في السؤال الأخير، أرسم محاور أخرى لكل شكل إن وجدت. بالنسبة لهذا الشكل فنحن رأيناه في التمرين السابق، فمحور التماثل هو الذي يربط بين هذين النقطتين، هذه النقطة وهذه النقطة. إذن هذا محور للتماثل. عند طي هذا الشكل في هذه الجهة سوف تتطابق الجهة الأولى مع الجهة الثانية، وعند ويوجد محور تماثل آخر. إذا نحسب المسافة الموجودة بين هاتين النقطتين، فهي مثلا هنا توجد 7، إذا هي 3.5، ونحسب هذه المسافة الموجودة هنا مثلا 15، إذا هي 7.5. وعند رسم هذا المستقيم نلاحظ أنه يمكن أن يتطابق الجزء الأسفل عن الجزء الذي يوجد في الأعلى. إذن كما تلاحظون، فبالنسبة للمستطيل رسمنا محاوره، بالنسبة لهذا يوجد محور تماثل فقط واحد، بالنسبة لمتوازي الأضلاع لا يوجد أي محور تماثل، بينما للشكل الأخير محوران للتماثل. إذن نشكركم على حسن تتبعكم، وإلى درس مقبل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.